النهاردة بسبب الزلزال، ما قدرت تولد الطبيعي، وهي بحالة رعب كتير كبيرة وخوف. طبعا الأطفال كلهم ماتوا، ما عم نقدر نقرب عليها بسبب حالة الخوف الكبيرة اللي هي فيها. يا أمي إيه، ما تخافي ما تخافي، عم تهاجم وخايفة خايفة بشكل مو طبيعي. إن شاء الله يا رب هاليومين بتهدأ وما بتضل بهي الحالة. هي الأجنة كلهم ميتين. طبعا صار عندها عسر ولادة وعملنا لها قيصرية، وهذا هو حالها حاليا. يا أمي إيه.